أعزائي المشاهدين، ودلوقتي داخلين بناخد ضحية تانية من نفس حلقة الدكتور. بنت السلامة. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا جماعة معايا في أرستقراطيك تاكسي، أو التاكسي الطبي، أو تاكسي العاصمة. احب اعرف حضراتكم ان احنا عاملين بروجرام عندنا في التاكسي. البروجرام ده ممكن يبقى بروجرام غريب على حضرتك شويه، ولكن هو اهم حاجه عندنا هي ارضاء العميل. ارضاء العميل، شرب الجنزبيل، شد الفتيل. حضرتك شديت فتيل قبل كده؟ لا، ما شديت فتيل. بس حضرتك بتشد معانا الفتيل بتفهم منه، سواء كان عندك بقى امراض، عندك فيروسات، عندك اي حاجه. بنبدا بعده مراحل في التحليلات. اول حاجه تحليل البول، تحليل البراز، ده الليفل الاولاني. عدت معنا مرحلة الليفلات الأولى، بنخش على الليفل الثاني، هو ليفل تحليل الدم والفيروسات. يعني في عندنا عدة فيروسات كبيرة قوي معروفة جدا في مصر. أيوة، الكلام ده في التاكسي يعني؟ يا فندم، عندنا في التاكسي، لأن البروجرام أنت من أول ما بتركب معايا التاكسي ما ينفعش تنزل غير لما تكون مقدم معايا مجموعة التحاليل دي، وده حفاظا على صحة حضرتك. ده مش بس كده يا فندم، ومع كل تحليل حضرتك بتعمله معانا بتكسب عليه كوباية للتبول مجانا. والله يعني حضرتك من غير اي حاجه، دي كوبايه عشان اخد منك عينه البول ومش هبول، ودي برده عينه البراز وبرده انا مش هبص. ما ينفعش حاجه ثانيه؟ طيب، كل حاجه متاحه وموجوده يا فندم، على حسب حضرتك عايز تعمل تحاليل ايه. تحاليل ايه يا عم؟ انت بتهزر ولا ايه؟ ايه دي اصلا اللي انت لابسها دي؟ حضرتك ممكن تكون فاهمني غلط على فكره. لا، انا ولا فاهم. هو ممكن يكون الموضوع جديد عليك، بس حضرتك ركز في اللي انا بقوله. في عده فيروسات جديده ظهرت عندنا في منطقه الجيزه. في فيروس اسمه الليبيني هرم، وفي فيروس ثاني اسمه طلبيه فيصل. لا، حضرتك اكيد بتهزر ومش فاهم معنى خطوره الموقف. انا اللي بيهمني دلوقتي هو مصلحتك الشخصيه، لان انت شاب صغير لسه في المجتمع للعمر، ما تعرفش انت ممكن يكون عندك ايه. ممكن يكون عندك الليبيني هرم، عندك طلبيه جوه، عندك ترسه. موضوع كبير الترسه. طب موضوع كبير، والفيروسات دي كلها لازم يكون ليها حل، وحلها عندنا احنا. معلش، بس هو احنا الدكتور حضرتك ما بيصيرش حد عندنا بقى الارستقراط التاكسي غير الدكاتره. والله بالظبط يا فندم. دكتور في ايه بقى؟ انا دكتور. برافو عليك. عموما انا بفضل مع حضرتك ديمقراطي لحد قبل 10 دقائق من ميعاد التحليل، من ساعه ما بتركب معايا العربيه. بعد كده بيركب معايا فرج، ودلوقتي فرج هيركب معانا. فرج مين؟ حالا حضرتك هتعرف مين هو فرج. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تمام فرج؟ ايوه استاذ. الاستاذ انا قلت له على كل الرولز بتاعتنا وعلى كل التفاصيل، بس تقريبا هو مش مقتنع. فانا حابب ان حضرتك يا استاذ فرج، فرج بيستك علي. لا، هشك علي مش بيستك. اوكي، بص حضرتك، احنا اهم حاجه هناخد دي هنحطها في فتحه الشرج، وحضرتك هتشرب كده. تمام، احنا ممكن نحطها في حته تانية خالص. نعم، حضرتك ممكن تجان بول سارتر. حضرتك جان بول سارتر. لا، اتكلم باحترام. حضرتك ليه حضرتك بتتعامل ليه مع فرج؟ ايه ده بس؟ جان بول سارتر. جان بول سارتر، انا عايزك في جان بول. جان بول سارتر. جان بول سارتر. حضرتك ولد 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 دكتور. ولا احنا دكتور على نفسك. انا مش شكل ده، احنا اصلا مش سلام. ارفع الشعار يا تطبل، واستئذان سلام حضور استقبال. ولازم حضرتك تنزل بالتحاليل مهما عملت. مش هنزل بالتحاليل. فرج ولا فرج؟ عين الوقت. ما انا مش فرج. انا عايز حضرتك تجان بول سارتر. حضرتك سارتر. جان بول سارتر. انا شد الفتيل. شد الفتيل. شد الفتيل. شد الفتيل. هو ما يفهمش يعني ايه فيروس ليبيني هرم، يعني ايه فيروس طلبيه جوه. كفايه انت عارف. انت مش عيب على نفسك اللي انت عارف. جان بول سارتر. جان بول سارتر. ما تحطش ايدك في سارتر. جان بول سارتر. جان بول سارتر. ما تزعلكش فين؟ تزعلني ليه؟ يا عم لا، انا خايف. انا خايف على مصلحتك. ما تخافش على مصلحتك. انت مش عارف مصلحتك. ما تخافش على مصلحتك. انت مش عارف مصلحتك يا عم. ما تعمليش انت مش عارف مصلحتك كده. وحياة النبي. وحياة النبي. بص، مصلحتك ولد مالكش ولد. يا عم ايدك بقى. جان بول سارتر. هاخد منك العش اللي انت. جان بول سارتر. سارتر يا عم. سارتر يا عم. جان بول سارتر. عايز يعمل التحاليل. حط الكمامة. لما ننزل السلام. ننزل السلام. عايز يعمل التحاليل. حط الكمامة. حط الكمامة. يا عم البس انت الكمامة. انت عندك فيروس. عندك فيروس. ابعد عني. ابعد عني فيروس. بس انت عنده فيروس. قسته فتحة الشرج.
واحد ايه فتح الشرج يا عم وحياه النبي ما ادعيناش يا عم الشرج معاسر فتح الشرج ده عندك يا حبيبي جامبو لحظه واحده جامبو سارتر جامبو جامبو سارتر الفلبيني ده عندها انا جامبو سارتر جامبو سارتر ايه ده بس هو كده جامبو ولد بس ده مقلب مين يا عم انا بيخرج ايه يا عم انت بتجيب الناس ده مقلب يا عم ايه بس الكاميرا ايه انزل تعال انزل يا ريت يعني نشرف بان احنا نزيل الحلقه دي انت اتوترت خالص حقك عليا اعزائي المشاهدين ودلوقتي احنا في نفس الحلقه وداخلين على الضحيه الثالثه في حلقه الدكتور او الانف معلش حضرتك رايح فين؟ الهرم هرم هرم احسن ليش طبعا يا فندم هم اهل الهرم واقل نسبه فيروسات حضرتك نورتنا وشرفتنا يا فندم في الارستقراطيك تاكسي او تاكسي العاصمه او تاكسي الطبي التاكسي الطبي عندنا يا فندم في عندنا بروجرام نازل بيه التاكسي ان اي عميل بيركب معانا اهم حاجه عندنا هو ارضائه ارضاء العميل شرب الجنزبيل شد الفتيل حضرتك شديت فتيل قبل كده بمعنى انا هشرح لحضرتك بشكل مستفيض ان حضرتك في عندنا مجموعه تحاليل بتعملها معانا لان احنا بننتقي عملائنا في عندنا الليفل الاول من التحليل هو تحليل البول والبراز ودي بتبقى عينات بسيطه جدا لحضرتك حضرتك ممكن بدون اي تعب واي جهد بدي حضرتك البتاع دي حضرتك بتتبول فيها وانا مش ببص يا فندم دي صحه حضرتك صحه حضرتك في دلوقتي طب اكمل حك البروجرام احنا عندنا اول حاجه الليفل ده لو حضرتك عديته بنخش بعد كده على الليفل فيروسات الدم وعلى فيروس A و B و C و D و E H I G K L M N O P U V R S T U V W X Y Z مش فاهم حاجه من اللي انت بتقوله ايه تحليلات وبتاع حضرتك اول مره تركب معانا حضرتك من الغلابه احنا بنركب معانا الارستقراطيك الحمد لله والشكر لله حبيبي ربنا يزيدك مش ده الاصل بس انا بفضل ديمقراطي مع حضرتك لحد ما يجي وقت التحليل في العربيه لو انت حضرتك ما بقتش معايا ديمقراطي انا بصبح ديكتاتور وبيركب فرج زي ما حضرتك شفت وبيبدا يا فندم بقى فرج مع حضرتك يوري حضرتك طريقه عمل التحاليل وبتعملها رغم انفك نور الدنيا احنا هنحط دي فتحه الشرج انتوا بتهزروا ولا ايه لا يا فندم احنا مش بنهزر انت ما تقلقش على نفسك خالص الموضوع زي شكه الدبوس حضرتك مش شكه الدبوس ايه وبتاع ايه اللي انت بتعمله ده يا عم ولا بقول لك يا فندم بقول لك يا باشا بعد نزلني يا عم اللي انت بتعمله ده انت تعبانين ولا ايه انتوا مالكم في ايه احنا خايفين عليك تكون انت تعبان وشك تعبان ايه يا عم وش اصفر ثانيه واحده اصفر ايه وعينيه حمراء ايه هل تعلم ان انت ممكن يبقى عندك فيروس مثلا اللي بيني فيروس ايه فيروس ايه حضرتك اللي عندي فيروس ايه في مجموعه فيروسات منتشره في البلد يا عم فيروس انت مش عارف مصلحتك مفيش نزول يا عم اوعى كده ايدك اوعى بتاع ده بعيده عني مفيش نزول فتح الشرج ايه وبتاع ايه لحظه واحده حط ده في بقك بقى ايه يا عم انتوا تعبانين ولا ايه درجه الحراره درجه حرارتك بس كده بعد اذنك نزلني بعد اذنك نزلني مفيش نزول احنا خايفين عليك اكتر ولا ايه انتوا تعبانين ولا ايه انت اللي تعبان يا عم اشفر ايه عينيك محوله عينيك محوله عينيك محوله تاني انتوا تعبانين يبقى عندك قلبيه جوه عنده فيروس قلبيه جوه قلبيه جوه ايه وبتاع ايدك بس شعرك بيقع عندك شعري بيقع عندك ترسه عندك ترسه عندك ترسه ترسه عندك ترسه في شعرك انتوا تعبانين ولا ايه انت اللي تعبان خايفين عليك انتوا تعبانين انا مش تعبان وشك بدل العروق يا عم بقول لك ايه بتاع العروق فرج ايوه بشك عليه بشك عليه عاو 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 انت تعبان ولا ايه انت تعبان ده كان تعبان يا عم تعبان ايه وعرس ايدك كده وايدك كده يا عم لازم نخرج يا عم بقول لك ايه بلا فيروسات بلا بتاع ايدك بس ايدك دي ياكلوا الشرب ايدك دي ياكلوا الشرب عندك فيروسات يا عم فيروسات وطبيعه جوه طبيعه جوه ايه اللي بيني هرم حط في بقك ده يا عم بلا حط ده بق ايه بلا حط ده شويه ايه ده شويه ايه ده شويه اديله انتوا تعبانين ولا ايه يا عم اديله الحقنه بسرعه ارجوك محتاج الجرعه ايه اديله الحقنه بسرعه ارجوك محتاج الجرعه فيني هرم هرم ايه يا عم فيني هرم وطلبيه جوه بقول لك ايه انت كده اديني الاكل والشرب اه بس كده يا عم انتوا تعبانين تعبانين والله فيروسات ايه يا عم ده منك ايه يا عم الشغل ده انتوا اللي تعبانين والله تعبانين والله
هو بس اهم حاجه ايه يا عم؟ طلع الفيروس من يا عم. الفيروس ايه يا عم؟ الله يبارك لك انت يا عم. الله يبارك لك عشان ايه؟ طب خلاص خلاص. ايه ده حضرتك؟ ايه ده حضرتك؟ ايه ده؟ ايه ده حضرتك خالص؟ احنا كنا بنهزر معاك. ينفع نذيع؟ نذيع يا باشا. اتفضل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا باشا. بقول لك ايه يا باشا، هتضايق بس اخواتي البنات عشان هم طالعين من البر. هاخدهم معايا. اخواتي من الدور. الدور الدور. تمام. عايز اخدهم في طريقنا. بسم الله يا باشا، ربنا يديلك بس ادب الدنيا، اخلاق الدنيا. مفيش تربيه كده. ابويا وامي قالوا لي يا سمسم روح روح يا سمسم، ربنا يجعل كل دعائنا في اخواتك البنات. امين يا رب. ادب احترام شطاره. والله يا باشا سبحان الله، هم اللي بيلبسوني وياكلوني ويشربوني. يعني انا اقول لك التسريحه اللي انا مسرحها دي، اختي نوسه. اختي نوسه اللي عاملاها لي. والله والله يا زين. نوسه نوسه اختي العسل. واختي سنتوت. الناس كلها بتعلق على التسريحه. نص الناس بيعلق على التسريحه ونص الناس بيعلق نوسه. انا بيعلق على الليل. اقسم بالله شقيانين ليل نهار. اوردرات 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 شغل لما يا عيني. والله يعني اخواتك البنات هم اللي عايزين يجوزوك. اه هم بقى انت فاهم، اخوهم الوحيد وكده، وهم عايزين يجوزوني عشان يعني كنت بحب زمان بنت اسمها شلبيه جارتي. شلبيه شلبيه جارتي كانت عامله ايامها بارتي وراحت شرم الشيخ واتجوزت بعد في كازابلانكا في العراق. فهم البنات العسلات اخواتي، هم دول اخواتي الامارة. بص الادب، بص الاحترام، بص الاحترام، بص الادب. اقسم بالله اقسم بالله، بص الادب، بص الاحترام، بص العبايات والاحترام والادب. والله العظيم ثلاثة ادب الدنيا. بسم الله ما شاء الله. صباح الخير يا سمسم. يا روح قلبي يا قلبي. اقسم بالله وحشتوني اخر 86 حاجة. انت كمان وحشت اخر 98 حاجة. طب والاثنين راحوا فين؟ خلاص انا والاثنين. اقسم بالله ادب الدنيا. والله لا باين قوي. والله باين باين. اقول لك على حاجه. طيب اقول لك على حاجه. اقسم بالله الاثنين شقيين. ايوه طبعا ده باين عليهم الشقاوه. من كتر اخوك. انا عايز افهم بس، عايز افهم، انت دول اخواتك؟ اه اخواتي. مالك؟ دول اللي عايزين يجوزوك. شبهه صح؟ احلى دي نوسه. دي نوسه ودي بيرو. طبعا انت احلى من نوسه الصغيره اللي انت قلت لي عليها. دي نوسه اللي عملت لي التسريح. اه انا اللي مسرحها. دي بيرو. بيرو انا اللي مسرحها وهو اللي مسرحنا. خلاص يا بنات انت وديني طريقي بس ما ملخص الدنيا دي. خلاص يا بنات. انا في الكلام اللي انت بتعمله ده الكلام. خلاص خلاص انت وديني طريقي وخلاص كده. صح خلاص احنا رايحين طريقك. خلاص ايه يا ابو تمام يا عسل؟ معلش سؤال كده بعد اذنك، حسبت البت نوسه ولا لا؟ حسبتها. حسبتها صح؟ ما تسيبنيش يا اخويا. والله حسبتها 200 دولار. كدابه. طب هو 200 دولار ده رقم، ما احنا كنا متفقين على 500. يا دوب تجيب بيه السجاير. 200 دولار ما عجبتكش ازاي؟ لا ابو طلال انت مش شواف. لا لا مش شواف والله. ابو طلال بقول لك ايه ده، والله ده فرنساوي. والله شغل فرنسي فعلا. ما عندوش حق. عادي يا اخويا. ثواني باشا ثواني، بعد اذنك بتكلم في التليفون. ايه ده ابو طلال ده من امتى ده؟ من امتى ابو طلال؟ من امتى؟ بس انت عارف انا مش سوقي الخشن خالص. ازاي؟ طب بقول لك ايه، خليك معايا. تطلع اوردر ب 1000 دولار؟ يا جدع اوردر يا جدع، ايه اللي انت بتقوله ده يا جدع؟ انت يا جدع 1000 دولار يا جدع، انت مش فاهم مصلحتك فين؟ يا دين النبي يا جدعان. 1000 دولار 1000 دولار. بقول لك ايه، انا ماليش دماغ ليك. مع اني مالكش دماغ. انا خلقي في مناخيري. يا عم حطه في حته ثانيه بلاش. طب ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ عيب عليك. انت سيبك من الكلام ده. انا مش عارف. طب انا معايا زبون زي الفل. يعني انت انت عضلات يعني؟ عضلات بس انت كده شويه. ولا ولا بص قدامك يوم عسل. لا عضلات ودنيا وهيعجبك. انت بقى احترم نفسك. عنده شوية حاجات كده هيظبط شعره وينزل. واظبط انت كلامك. هظبطهولك عشان ايه؟ هبعتهولك نجيب. مش هقول لك تاني. هبعتهولك نجيب. انت بيرو هتديه معاك للبيت. يا جدع اوعى المغربيه كلمني وايدك جنب. هيقطف وكلمني وايدك جنب. شيلي وشنب وده وشعر شنب. ايه بس؟ وهيطلع معايا لابو طلال. يلا خلاص انت مش هتقطف. انا بس كده ايدك جنبك عشان ما توحشكش. ابو طلال كلمني وايدك جنبك عشان ما توحشكش. اقول لك ايه؟ انت هتحلمه. حد يقول لي الرزق. ألف دولار ده بداية كلام. افهم مني يا مثبت العقل في الراس. ألف دولار ده بداية كلام. يابا خليهم لك.
خلاص انت راجل عيوان داخل على وش جواز واخواتك دول. اسمع بس انت مين رايح خلاص مفيش مشاكل اخواتك عايزين بتاع مالك عامل كده ليه يا ست؟ انا عايز رفع العيون بس بص انا ما تبصش للبنات بس ثواني بقى ايه للبنات ايه بقى ليك اللي انت بتعمله جاي لابو طلال ولا مش جاي يا عم يا ابو طلال؟ مين بتاع مين يا جدع انت؟ صوت يا بنات انت بتختصب البنات. لا انا دي رايح بتحرك انت بتتحرش يا متحرش يا جنسي كده هتخليني بصي اعمل حاجات ما عمرك ما شفتها. انت ما تعرفش تعمل حاجه ده اقسم بالله العلي العظيم بتحرش بالاخوات يا عم اخوات بقول لك انزل لك فين؟ مفيش نزول يا عم بنت صوتي يا بنت بس انزل لي بس عشان بس انزل مزيع ولا مزيعش يا عم؟ اقول لك ايه بس؟ ليه يا عم؟ نسيه.